إجراءات مجلس الوزارة ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية، يقول الوزير الأول. نتابع. من المواد الفلاحية قد بلغ مستوى يكفي حاجيات المواطنين وزيادة، ولكن ممارسات الاحتيالية، ممارسات الاحتكار والمضاربة أدت إلى متراون من غلاء في الأسعار، ولكن سوف نقاوم هذا إن شاء الله. بالإضافة إلى هذا، فهناك كما قلت زيادة في النقطة الاستدرارية للأجور، وكذلك مراجعة الضريبة على الدخل، وهذا ما سوف يسمح بمرافقة الطبقات المتوسطة والهشة إن شاء الله لمحاكاة هكذا.